طيارات؟ ايوه صح، انا اللي بسوق الطيارات. مبروك يا حبيبتي، الف 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 مبروك. عواجي؟ ايوه ازيك عواجي؟ ازيك يا الحمد لله، نورت بيتك يا اختي. ان شاء الله. خشي برجلك اليمين عشان ان شاء الله يبقى ادم السعد على اخويا. ان شاء الله يا رب. تفضل يا حبيبتي. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. اعوذ برب الفلق من شر ما خليك لي. دي جي مزيكا هادية. أنا نسيت كل اللي أنت علمتيه. أنت سيبي لي نفسك خالص. ربنا يستر. استر. دي نسرين وده السقيل جوزها، انت عارفه؟ ودي اختك ام ياسين. اسمها عواطف بس اسمها ملوش دعوه خالص بوصفها، مع انها متجوزه راجل زي البلسم. توفيق سكر ده صاحب عمري من واحنا عيال. دي بقى يا ستي بنتي رشا، بنت البكريه اللي قفشتنا يا حبيبتي. يا وش السعد والهنا عليا. دي يمنى طليقة حاتم وام ابنه. بلاش سيره الطلاق دي في ليله زي دي. بحب البت دي قوي، كانها اختي الثالثه مش مرات اخويا. بت نجيفه قوي يا باشا، هنشغلها معانا صح مش كده؟ صح يا شربات. ودي ناديه اخر العنقود. ايوه دي اللي حكى لي عليها صح. حكى لك ايه؟ هاجي يعرفها من عروض الازياء مش ملكان. هاي نقعد بقى لان انا رجلي ضاعت. ما انا قلت لك ماليش في اللافران ولا يهم. يقطعني يقطعني يقطعني. انا بنتي اللي مامتها تبقى مراتي من سنة ونص ماتت النهاردة. مش قادر.
قادرة أنسى منظر الأستاذ ياسين من ليلة امبارح، وجع قلبي. أنا كمان صعبان عليا الولد قوي، وبنته يا حبيبتي. البنت هيتكتب عليها اليتم بدري، بتفكرني بالعيال إخواتي. أمي ضربتهم من هنا والسر الإلهي طلع من هنا. بس أنت برضو مش كان يصح إنك أنت تحضر الجنازة والدفنة معاهم؟ لا لا لا، أنا ما بروحش الحاجات دي خالص، وهم عارفين كده. أصل أنا بخاف من الموت قوي. موت ايه بس؟ يوم الصباحية بتاعتي ما تخلي ملفظك سعد، امال ده احنا في ساعة نسمة. مش كنت لبست الطقم ده يوم تاني كان هيساعدني برضو في المهمة اللي مش راضية تنقضي دي. بس انا ما كانش عندي اسود غير، وما فيش عروسة بتجيب في شوارها اسود. بس تصدق وحياتش النعمة، وحياتش النعمة ربنا بيحبك وبيسبب لك الاسباب. اه ربنا علشان يداري على وكستك معايا عمل لك النصيبة بتاعت امبارح دي. هو ربنا عشان يداري على وكستي هيوقع عمارة بكل سكانها ويموت مرات ياسين وحماته ويتم بنته عشان يداري على وكستي؟ لما كان أهون قوي يعني يجيني كرام بساعتها في رجلي، وكنت برضو هتلكك وقول ده سبب الوكسة. كرام؟ كرام بإيه بعد الشر عليك؟ لا ده العيال وحش. ما تخلي ملفظك سعد انت كمان يا شربات. شر بره وبعيد عننا وعن السامعين وعن الحاضرين يا رب. بس تعرفها يا شربات، ربنا برضو بيسبب الأسباب. يعني الحادثة دي لهت عواطف ولخمت حاتم والبنات، والليلة عدت. أنا كنت حاسس كده إن الليلة دي مش هتعدي بدون كوارث. بس زمان عيلتك بتقول عليا إن أنا بومة ووشي شوق، وأختك أم لسان طويل زمانها هتقول دخلت علينا بالهم والغم. هي هتقول بس لما تفوق، دلوقتي السكينة سرقاها. بس أنا أول مرة أشوف عواطف مكسورة وظهرها محمي. أدخل. ماما أنا قلت إن أنتوا أكيد صاحيين. الله، أنت إيه ما رحتيش معاهم؟ لا، رشا قالت لي أقعد معاها عشان ما تجيش معانا المقابر وكده. بس كانت بتعيط ومش فاهمة هي جعانة ولا موجوعة ولا إيه بالظبط. كنت أقول أتصرف إزاي؟ هاتي يا حبيبتي، دي فترة جوع. هاتي يا اختي. زمالة يا حبيبتي. قوليلي بقى هي بترضع ايه؟ لبن صناعي ولا سرسوخ ولا ايه؟ سرسوخ. لا والنبي ما تعيطش يا اختي. يا اختي ده انا صدري حن لما شلتك والله. يا سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله. عارف نفسي في ايه يا ياسين؟ نفسي ناخد ساره بعد صلاه الجمعه ونزور مامتك وباباك ويبقوا طايرين من الفرحه بيها، وكمان هلا اختك تجيب لها كل يوم هديه جديده، ويبقى اخر اليوم مش عايزينها تروح، ويفضلوا ماسكين فينا قوي عشان نبات معاهم، وساره كمان تقعد تعيط تقول انا عايزه اقعد بقى مع تيتا وجده. نفسي امي تفرح بيا قوي يا ياسين، تفرح زي اي ام لما بنتها تتجوز او تجيب لها اول بيبي من غير ما نحس اننا بنسرق اي حاجه. بيتك يا حكيم يا ابن زريبه، حبك البس لك الكعب اللي فارم صوابع رجليا ده هموت. هي ام اسمها زريبه؟ يا بنت هتفضحينا بقى، افتحينا بقى وخشي العزا وانت بتضحكي. احكي البقيه في حياتك. حياتك الباقيه يا حبيبتي.
بقى يا حياتك يا حبيبتي. بقى يا حياتك شدي حيلك. راحة فين دي؟ هاني أنا عرفتك. عرفتك. خليك تفضلي. بقى في حياتك. عمتك عوضت ما جاتش يا اختي؟ لا ما جاتش. انت شايفه ايه؟ بعدين انت مالك؟ طبعا يا اختي زمانها مقهور، حاكم يعني الخبر يهد، وهي برضك مش صغيره. اه يعني مرات ابنها وام مرات ابنها، هي كانت صاحبه امها. مقهوره ومهدوده ايه؟ دي لسه عارفه ان ابنها متجوز ساعه ما ياسين جالنا امبارح في الفرح. يا لهوي يا اختي، يعني على كده بقى ممكن تسكتي خالص؟ انت اللي خليكي تجيبيها تقعد جنبنا. انت ليه متعصبه عليا؟ مش فاهمه، مش هي مرات ابوكي قدام الناس كلها؟ دي فضيحه، فضيحه فضيحه. المهم مش فضيحه قدام الناس يا اختي. الوليه الكبيره بينها حرنانه مش عايزه تيجي زهره مرات ابنها. هتيجي في وسطهم ازاي دول يا شربات؟ شوشتة يا صرمه يا بتش الصرمه. حياتي مين دي يا اختي؟ قريبتنا؟ معرفش معرفش مين دي اللي قريبتنا؟ بقينا كلنا عيلة واحدة يا اختي. لا طبعا. ده احنا داخلين على ايام وسخة. على ما تاخد دوش سخن يكون المهدئ اللي خدته اشتغل. اطلع من على الحمام على السرير على طول. انت محتاج تنام يا ياسين. ماما مش عايزه اسمع اي حاجه، مش عايزه اتكلم في اي حاجه. انا فقدت الذاكره، اللي حصل ده انا نسيته خلاص، مش عايزه افتكره. زي ما قلت لك فقدت الذاكره. اعتبرني مت، اعتبرني شبح بيمر قدام عينيك مش عارف تتكلم معاه ولا حتى تلمسه. يا امي ارجوكي، انا فين اللي مكفيني؟ انا بموت. تصور بقى، ما انت صعبان عليا ابدا. ما عنديش اي حنيه في قلبي عشان اديها لك، ما فيش حضن عشان احضنك بيه وادفيك. ولو اني عارفه خلاص انك مش محتاج الحضن ده، لانك اعتبرتيني ام شريره ما عندهاش قلب، مش الام اللي شلتك جواها وحست بيك انت واختك واتمنت انكم تكونوا احسن ناس في الدنيا. اعتبرتيني امنا الغوله اللي لو كانت حست بس من بعيد كده او شمت ريحه انك انت بتحب واحده من خارج خطتها، كانت راحت واكلت بصريتها باسنانها ودفنت بنتك. بنتك اللي كانت عايشه عشان تشوفها وتحضنها تدفنها بايديها وهي حيه. يا امي لو سمحت ارجوكي ما تمشيش. اوعى تفتكر ان انا ماشيه عشان حاجه تخصك انت. لا 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 لا، انا رايحه انفذ الخطه بتاعتي، اشوف نصيب من فلوس حكيم. وانت بتهيألي دلوقتي خلاص فضيت، يعني ممكن تركز معايا عشان تلعب الدور اللي انا رسمته لك. مفهوم؟ هلا هلا. ايوه يا ماما. انده البواب ياخد الشنطه دي. موتي وسني بتوع الكليبات دول بيبقوا واقفين كده عاملين زي تماثيل الشمع يا سام، لوح تلج ما فيهمش ولا ليونه ولا روح ولا نيله. يا امنا دي سبوبه،
انا ما بقولكيش اللي احنا ندخل بيها الاوسكار يعني، وعادي لو مش عايزه تحطي اسمك على التتر اساسا مش هحطهولك. ايه رايك؟ قرشين برضو مش هيضره في الزمن ده. بالظبط كده، وانا مش عايزه تبقى شرهان يعني، انا عايز بيرفورمانس بسيط، حركتين ثلاثه يعني يومنا اللي هيطلعوا يعملوهم في الكليب، والبادجت انا شايف ان هي عاليه، فانت اطلبي اللي انت عاوزاه. هو مين المنتج؟ اسمه فؤاد هريدي، عارفاه؟ فؤاد هريدي مش ده اللي كان عايز يتجوز نادي حكيمه؟ بس هو سابها بقى واتجوز ناردين دي، وبينتج لها البوم وكليبين، وده الاولاني يعني، لسه في بيزنس كتير قوي جاي. طب على الله بقى لما يشوفني ما يفتكرنيش. ايه ده، هو يعرفك؟ شفته كذا مره، مش انا كنت متجوزه عم نادي يا ابني؟ اوكي. طيب انت مش عايزاه يفتكرك ليه؟ يعني بيتهيالي العلاقات مش لطيفه قوي بينه وبين عيله حكيم كلها. دول هم اكيد. ايه يا جماعه التاخير ده؟ هو ده اللي هنتقابل 10 والثانيه الساعه 12 ونص. يومنا اللي هتعلمنا الرقصه ناردين ناردو. الو فؤاد هريدي. يومنا السعيد. هتقابلنا قبل كده؟ انا اعرفك كويس، باجي عندك الكلاب كتير. ايه عشان كده شكلك فاميليار. خالد اطلع لي دلوقتي. يلا باي باي. هو ايه الفنان لسه ما جاش؟ هنقعد نستنى لحد ما يجي؟ لا لا، هو جاي من بدري وعمال يلف في الشارع ما بيعملش حاجه، بس انا قلت له ما يطلعش غير لما اكلمه يعني، عشان ملوش لازمه يطلع ويفضل قاعد معانا زي ما يكون متزنق. الواد اصلا بيتكسف من خياله. طب اتفضل. كمان الواد بيتكسف من خياله ومرنهم رقص زينا دول. معلش يا يمنى، حاولي معاهم يعني. طب يلا. سلامه شربات، انا عمري ما حد عمل لي مساج جميل بالشكل ده. احنا هنقضيها العمر كله مشاز، ولا اللي بره حددوا اقامتنا هنا هوت في الاوضه والدوره؟ حبيبتي الفيلا كلها تحت امرك، بس احنا اصلا عرايس، والعرايس على الاقل بيقعدوا اسبوع في اوضه النوم ما يخرجوش. ايوه دول ملهيين في حاجه تانية خالص، بس اذا كانوا قالوا لك انهم بيقعدوا اسبوع يعملوا مشاز يبقوا ضحكوا عليك يا غالي. صبرك عليا، بس صبرك عليا لما ذهني يروق واركز. يا اخويا ركز زي ما انت عايز، انا فاقده الامل في الموضوع ده خالص صراحه يعني. انا بس عايزه اتهوى من الاوضه، ان شاء الله نجيب قطاسين ترمس ننزل نتمشى بيهم جنب ترابزين البيلا. يا بيبي، انا باجل انك تحتكي بيهم يعني على الاقل في الظروف دي. يا اخويا لا ظروف ولا جوابات. الله، ما احنا طول ما احنا في بيلا واحده خلاص هنحك في بعض يعني، هنحك في بعض. ما دام كده كده هنحك بقى في البيلا في بعض كلنا، يبقى ننزل نحك كلنا على الغدا بقى. ايوه مين؟ انا وشوشتي نازلين على الغدا دلوقتي. يلا جهزوا السفره بقى، عايز سفره اكل ما حصلش. فراخ بط وز جمبري. جمبري احنا عاملين مجهود فظيع، وعايز العيله كلها بقى تتغدى معانا. ويا ريت الكابتن حاتم لو موجود احب يكون موجود على السفره. يلا. طب انا هقوم اتشطف بقى عشان ابقى فريش. تشطفي وتبقي فريش. على جمالك يا معفنه. يا اختي. طيب الاول خلوني كده اشوفكم بترقصوا ازاي، عايزه اشوف ودانكم مع المزيكا عامله ازاي، عشان في سكتين في دماغي عايزه اقرر ما بينهم. المهم رقصوا عادي جدا كانكم في كلاب او ديسكوتاك. اوكي؟ اوكي. ترقصوا على ايه يا عمرو دياب؟ لو في ليلادي. اوكي يلا. Thank you.
برافو فعلا يا جماعه، هايل يا خالد، برافو بجد. انت مين اللي معلمك؟ محدش. محدش يعني ايه؟ يعني انا لوحدي، انا بحب الرقص جدا يعني وبتفرج على افلام ميوزيكال يعني وكده. هو تالنتد جدا وعارفه عنده حاجه حلوه واحساسه كمان عالي بالمزيكا. طب ايه، خليه يغني كليب بصوته واصوره هو بلاش ناردو ولا ايه؟ هايل بجد، برافو عليك. مرسي. جميلة؟ ايوه جميلة، على اسم امها. رحت النهارده السجل المدني وغيرت اسمها في شهادة الميلاد. ميرسي، تسلم ايدك. كانت سارة وبقت جميلة. انا اصلي بحب امها قوي. هو على فكرة اسم لايق عليها عشان هي جميلة وزي القمر. انا بجد يا رشا متشكر جدا جدا على المجهود اللي انتوا عملتوه معايا الفترة اللي فاتت دي، انتي ونادي. انتوا تعبتوا قوي معايا انا عارف. بس هو بجد الدكتور طمنكم على صحتها وقال انها كويسه؟ كويسه جدا وزي الفل. هي محتاجه وزنها يزيد شويه، بس ده هيحصل طبعا خلال الاسبوع الجاي، علشان هو كتب لها على نظام غذائي وكتب لها على نوع لبن يعني وجبناه. طيب ممكن اعرف دفعته كام؟ ايه ده؟ انت مجنون يا ابني ولا ايه؟ هعديها لك دي بس علشان ظروفك صعبه. معلش عشان خاطري يا رجل. كفايه اللي انتوا كنتوا بتعملوه الفترة. ايه يا ياسين، هو احنا يعني لو كنا لقيناها على باب الجامع ما احنا برضو كنا هنعمل كده؟ اللي هو ولا حاجه خالص، دي من دمنا. وبعدين عشان تبقى فاهم بقى وتستريح، انا وناديه ما دفعناش اي حاجه خالص. بابا عامل لها ميزانيه مفتوحه وقرر ان هو يجيب لها ناني وهتبقى موجوده معانا النهارده بالليل. خلاص استريحت. خالو؟ ايوه خالو. على فكره هي فعلا حاجه غريبه، تحس انها مش شخصيته كده صح؟ بس ما هي مدموزيل جميله برضو، حته لحمه ده حتى يبقى ابو لهب لو ما حسش بيها هي كمان. هي صرصوره جت غيرنا لها ونيمناها وكل حاجه، بس هي ما بقتش صرصوره خلاص، بقت جميله. ايه ده، انت عملت كده فعلا؟ انا عملت كده فعلا، ما انا عشان كده ما لحقتكوش عند الدكتور. عملت ايه؟ مش فاهمه. غير اسمها في شهاده الميلاد وخلاها جميله. طب ايه، احنا لازم نلحق الغدا، اصل بابا عامل غدا ملكي على شرف العروسه. انت سمعت خالك عمل ايه؟ جاب لنا كابوس معيشها معانا في البيت. انا لا يمكن اقعد على نفس الترابيزه مع الست دي. لا هتقعدي وتهدي عشان نعرف نتعامل معاها ازاي. نتعامل؟ انا مش هتعامل، انا مش مجبره اني اتعامل. دي مش ست اصلا، دي ماسوره مجاري طافحه عندنا في البيت. انا مش فاهم ازاي هيكون في طريقه تعرفوا تتعاملوا بيها مع شربات. على فكره الست دي دمها خفيف جدا. دمها خفيف تروح تمثل مع الليمبي. بس ان هي قاعده معانا في البيت ده مش هينفع خالص، ده وضع كده مؤقتا علشان الظروف اللي احنا فيها. وكلام علم النفس اللي انت عماله تزغطهولي ده مش هياكل. ها ايوه بس الرشا بتتكلم صح يا نادي، الست دي خلاص بقت مرات ابوكي، يعني مهما حضرتك رفضتي الوضع هو خلاص بقى امر واقع. وبعدين انتوا لازم تفهموها كويس وتعرفوا تجيبوا اخرها. يا بنتي ابوكي هيمان فيها، انتوا ما شفتوش كان بيبص لها ازاي وهما بيرقصوا؟ دول ما خرجوش من الاوضه من ساعه ما رجعوا من العزاء. طب ايه، يلا بينا نلحق الغدا. احنا كمان يا دوب. يلا اوكي. مش هتيجوا معانا؟ لا نيجي معاكم فين؟ وبعدين انا اصلا ما ينفعش اشوف ماما اليومين اللي جايين دول، يعني شويه كده لحد ما تهدى شويه. لا انا كنت بتكلم على غدا تاني عشان احنا معزومين. طب ما تطنشوا طيب وتيجوا معانا، يعني ايه المشكله؟ وعندي فرصه ما تتفوتش، دي مدام شوشات هتقعد معانا على نفس السفره لاول مره. احنا ما ينفعش نطنش يا نادي، بعدين عشان بابا كمان. بس احنا معزومين عند اخوه. مرات عمي عزمانه عندهم في العباسيه ومأكده علينا فلازم نروح. بالظبط في العباسيه، فالمسافه كمان طويله قوي فلازم نلحق الطريق وبتاع. طيب انا هاخد جميله ويلا. لا لا تاخد جميله فين؟ هي هتيجي معانا الفيلا عشان الناني جايه لها هناك اصلا. وبعدين احنا مذاكرين مواعيد الاكل بتاعها كله. معلش يا رشا عشان انا برضو عايز اقعد معاها شويه. بس انت هتلوس يا ياسين، وهالة مش في البيت طول الوقت، وانكل توفيق كويس قوي ان هو بيعرف يخلي باله على نفسه. انا ورشا قاعدين ولو نزلنا هنسيبها لمدام شوشات. ايوه وفي حاجه اهم، هي لازم تفضل قدام طنط عواطف عشان هي دي اللي هتحرك العواطف كلها بقى. يا عروبه صح طبعا. وبعدين بقى لازم تعرف ان السايكولوجي بتاعت اي بني ادم بتتبني في اول 4 سنين من عمره، يعني من ساعه ما يتولد، اكشلي من قبل ما يتولد لغايه ما يبقى عنده 4 سنين. دي بقى شخصيه نفسيه بتفضل معاه طول العمر. ده بجد؟ ايوه كل الكتب بتقول كده. عشان كده واحنا صغيرين
عشان كده ياسين كان عنده فترة تبول لا إرادي. هاي ازيك؟ هلا مثلا؟ طيب لو كده بقى يبقى لازم جميلة تيجي معانا الفيلا. لازم نحميها. أكيد أيوة. علشان عندنا إحنا في الفيلا تطلع شخصية تركيبة بقى. حاجة فظيعة. هايلة. خالد أنا قلت لك تستنى ما تمشيش عشان بصراحة ما كنتش عايز أتكلم قدامهم. عايزة أشغل لك أي أغنية بتحبها وأصورك وأنت بترقص عليها. كاستنج يعني بس وأنت بترقص. يمكن أحتاج لك في شغل. اصل الشغالين كلهم في مطبخ مع عمته عواطف. وعمته عواطف سايبه ابنها في اللي هو فيه وقاعده هنا ليه؟ ولما انت مراعي شعوره قوي كده يعني ما جيتش تعزيه ليه؟ كنت في رحله ما كنتش في مصر. بعدين انت مال اهلك عزيه ولا ما عزيهوش؟ بقولك ايه يا عمو؟ نو عمو لا. صح احنا فاهمين اصحاب. بقولك يا توما ما تبقاش تجيب سيره ياسين واللي حصل قدام عمته عواطف عشان السيره دي لما بتيجي قدامها تقريبا بتتحول. يعني عينها بتغرب وشعرها بيقف وضوافرها بتطول كلاب. والله العظيم لو ما عندناش حاله وفاه كان زماني زغرت. ما تاخذنيش يا اخويا، انا سالت حكيمه قال لي لا يا اختي ما تلبسيش اسود، الحزن ده في القلب. حكم انا عروسه برضه. اخويا وبرضك ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله عليك. لسه خارجين من اوضه النوم، انا قطه فطست جوه. يا اختي كان عندنا زمان كتكوت وفاس وبطه بتمشي كده اهو. الله اكبر، عين مقوره ومدوره يا حبيبي. شفت عملت في ايه؟ انا ركبي مش شايلاني. مجهود فظيع.